السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى لجميع من يريد أن يقوم ببيع جهازه أن يقوم بمتابعة هذا الفيديو حتى النهاية، وذلك من أجل تعلم طريقة عمل فورمات كامل للهاتف قبل بيعه بأمان. وذلك لأنه عند فرمت الهاتف بالطريقة الاعتيادية أو بالطريقة التقليدية يتم بكل سهولة إعادة الصور ببرامج بسيطة جدا، لذا يرجى الحذر من هذا الشيء. الآن لدينا هاتف أندرويد، نريد أن نقوم بعمل فورمات كاملة، وإن شاء الله هذه الطريقة لم يعد أحد يستطيع إظهار الصور مرة أخرى أو إعادة استرجاعها حتى لو قمت ببيعه. الطريقة إن شاء الله لن تطيل عليكم، تحتاج إلى الهاتف ولن تحتاج إلى اللابتوب. سوف ننتقل للمرحلة الأولى وهي مرحلة الهاتف. ننتقل مباشرة إلى الإعدادات كما نرى. طبعا بعد أن تقوم أخذ بنسخة من الأسماء وكل شيء، سوف نقوم الآن بالفورمات. نذهب إلى حسابات، ومن ثم نذهب إلى النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط. الآن سوف نقوم بالضغط على إعادة تعيين بيانات المصنع. الآن إذا كان الهاتف نسخة التشغيل أحدث، مثلا نسخة المارشميلو، سوف نرى الطريقة. أيضا لن نقوم من الإعدادات، سوف نذهب إلى أيضا النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط، ونضغط على إعادة تعيين بيانات المصنع. الآن سوف نكمل على الهاتف الأول، قد وصلنا إلى إعادة تعيين بيانات المصنع، نقوم بالضغط عليها. الآن سيقوم بعرض لك كافة الحسابات موجودة على هاتفك، لا يهم، ننزل إلى الأخير ونقوم بالضغط على إعادة تعيين الجهاز. إذا نقوم بالضغط على هذا الزر. الآن كما نرى عند الضغط على زر مسح الكل سوف يقوم بحذف كافة البيانات على الهاتف. لازم نكون أخذ نسخة احتياطية من الأسماء. إذا بمجرد الضغط على هذا الزر سوف يقوم بفورمات كامل الهاتف. سوف نقوم بوضع مسح الكل. الآن سوف ننتظر مدة معينة حتى يقوم بالفورمات. طبعا كما قلنا هذه الطريقة التقليدية للفورمات، وهي لا تكفي من أجل حذف البيانات بشكل نهائي، لذا يرجى متابعة الفيديو الكامل الأخير حتى نرى الطريقة الكاملة. كما الآن يقوم بعمل فورمات للجهاز. سوف ننتظر بحدود حتى 5 دقائق. كما نرى الآن يقوم بعمل إعادة تشغيل. الآن كما نرى تم إعادة ضبط الهاتف إلى ضبط المصنع، وتم عمل فورمات بالكامل. ولكن إذا لمن يحتاج اللغة العربية، الآن سوف نقوم بعمل الإعدادات الأساسية للهاتف. كما نرى التالي الآن نقوم بوضع لا لا إلى آخره، ليس الآن. إذا سنلاحظ أن الهاتف تم فورماته الآن، ويجب أن يكون الهاتف قد تم شحنه قبل عملية ضبط المصنع أو الفورمات على الأقل 70%. إذا نقوم بوضع سكيب كل شيء. الآن كما نرى الآن تم فورمات الجهاز. الآن تم مسح كافة البرامج والصور الأسماء إلى آخره، ولكن هذا لا يفي بالغرض بأن تقوم ببيع الهاتف. الآن بعد فورمات الهاتف إذا قمت ببيعه وقام أحد بوضع البرامج أو تقوم باستعادة الملفات، سوف يقوم للأسف باستعادة كافة الصور الموجودة وكافة الفيديوهات، وهو خطير جدا. لذا سوف نقوم المتابعة إلى تكملة الطريقة، وهي الآن سوف يجب إحضار كما نرى الآن، هذا هو الكابل الخاص بالهاتف. الآن سوف نقوم بتوصيل الجهاز الموبايل مع اللابتوب كما صار الآن، حيث سنقوم بوضع ملفات كبيرة الحجم أيا كانت ملفات عند هاتفك عند اللابتوب الخاص بك، تقوم بنقلها إلى الهاتف وتعبئته بالكامل، ومن ثم تقوم بعمل حذف لهذه الملفات. سوف تقوم بالبحث عن أي برنامج أو أي ملف عندك حجمه ضخم جدا، مثلا 2 جيجا 3 جيجا إلى آخره. مثلا لدي هذا الملف كما نرى، أي ملف حجمه مثلا 3 جيجا 2 جيجا ونصف كما نرى الآن هنا.
الآن كل ما علينا هو عمل نسخ لهذا الملف الكبير الحجم، ونقوم بوضع نسخ. الآن كما نرى سوف نقوم بتوصيل الهاتف بالكيبل. إذن الآن تم توصيل الهاتف كما نرى في الحاسوب، كما نرى هنا تم توصيل الهاتف بالحاسوب. الآن سوف ننتقل إلى الهاتف عن طريق الحاسوب، ذلك بالذهاب إلى سطح المكتب جهاز كمبيوتر عفوا. ننتقل أن إذن هذا هو الهاتف، قمنا بتوصيله. نقوم بتشغيل الهاتف والذهاب إلى الذاكرة الداخلية. كما نرى الآن هنا الذاكرة لدينا هي نجد تقريبا 10 جيجا حرة. سوف نقوم الآن بملئها بهذه الملفات الضخمة التي لديك. مثلا سوف أقوم بوضع لصق على الملف الكبير الذي كان لدي. كما نرى سوف يأخذ وقت طويل حتى يقوم بتحميله. كما نرى تم نقل هذا ملف كبير بالحجم إلى الهاتف. الآن سوف نقوم بنسخ ملف آخر كبير الحجم. إذا يجب أن تبحث عن ملفات كبيرة الحجم لديك. كما نرى هنا أيضا لدي ملف آخر حجمه تقريبا 4 جيجا. أيضا أقوم بعمل نسخ للملف وأقوم بوضعه داخل الذاكرة الداخلية للهاتف. أقوم بوضع نعم. أيضا أنتظر حتى يقوم بنسخه بالكامل. كما نرى الآن نعود الآن للذاكرة الداخلية، نراها أي أصبحت شبه ممتلئة الآن. الآن بعد أن تقوم بملء الذاكرة الداخلية للهاتف بالكامل من ملفات موجودة على اللابتوب الخاص بك، سوف أقوم الآن بإزالة التوصيل من اللابتوب. الآن أنتقل إلى الهاتف بعدما قمت بتعبئة الذاكرة الداخلية. سوف أنتقل إلى ملفاتي وأذهب إلى الملفات التي قمت بوضعها وهي كبيرة الحجم والتي قمت بملء الهاتف. أقوم بتحديدها الآن وأقوم بعملية حذف هذه الملفات التي قمت بوضعها. قم بوضع حذف. طبعا العملية سوف تأخذ يمكن وقت طويل. أيضا انتهت كما الآن تم حذفها بالكامل الآن. ونلاحظ أنه عند توصيله مرة أخرى باللابتوب كما نرى، إذا عادت الذاكرة الداخلية وأصبحت فارغة. نقوم بهذه العملية على الأقل مرتين أو ثلاث مرات، أي نقوم بملء ذاكرة الهاتف من أي ملفات غير ضرورية لك ونقوم بحذفها من الهاتف على الأقل مرتين أو ثلاث مرات. وبهذه الطريقة إن شاء الله لا يستطيع أحد العودة أو استعادة ملفاتك الخاصة بالهاتف من صور وفيديوهات، وذلك لأنه على أن نحتسب أن أحد قام بشراء الهاتف الخاص بك وقام بتنزيل برامج لاستعادة الملفات، سوف تعود لديه الملفات التي تقوم أنت بتعبئتها الآن وهي الملفات الغير ضرورية والضخمة، ولا يستطيع الوصول إلى الصور الخاصة بك نهائيا. ويرجى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع من أجل تحذير الجميع من أجل فعل هذا الشيء قبل بيع الهاتف. وشكرا لحسن الاستماع.